السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذا فيديو جديد ووصفة جديدة، هذه المرة سنعمل وصفة للتخلص من الشعر الغير مرغوب، خصوصا الشعر الذي ينمو يعني على الشارب، وأيضا الشعر الموجود جانب الخدود يعني أو على الذقن، يكون شعر خفيف جدا مثل الوبر. وأيضا الكثير من السيدات لا يحببن مظهره لأن شكل الوجه يعني يبدو وكأن به وبر خفيف جدا جدا، وهذا يعني لا يجعل السيدة تحصل على مكياج يعني على بشرة تكون ناعمة، وبالتالي لا تضع المكياج بشكل جيد، يعني يبقى هذا الوبر يعني يعمل نتوءات صغيرة جدا وظاهرة على البشرة. لذلك فالعديد من السيدات يلجأن للعديد من الطرق لإزالته. إذن سنعمل وصفة منزلية رائعة جدا للتخلص منها، يعني لا تترك بتور ولا احمرار، يعني هي آمنة جدا جدا ونتائجها مذهلة، بالإضافة إلى أنها يعني تبيض البشرة عكس يعني كريمات إزالة الشعر التي تحتوي على يعني مواد كيماوية ضارة بالبشرة والتي قد تحدث تهيج على مستوى البشرة. وأيضا هناك طريقة يعني إزالته بالخيط، هي الأخرى يعني تكون مؤلمة جدا جدا. إذا هذه الوصفة ستساعدنا كثيرا في التخلص منها، وأيضا لن ينمو بوتيرة أسرع، وإنما سيتطلب الأمر الكثير من الوقت حتى يظهر الشعر من جديد. إذا لعملها سنحتاج للمكونات الآتية: سأحتاج للدقيق يعني أي دقيق أبيض، وسأحتاج لدي ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض، وسأحتاج لربع ملعقة صغيرة من الكركم أو العقدة الصفراء. ولخلط هذه المكونات سنحتاج إلى مغلى حبوب الأرز، يعني نأخذ كمية من حبوب الأرز، نقوم بإضافة الماء إليها ووضعها على النار حتى تغلي جيدا وتستوي، وبعد ذلك نصفيها ونأخذ الماء منها، هو الذي سنقوم بخلط الوصفة به. يمكنكم استعمال أي نوعية أرز تتوفرون عليها. إذا كما ذكرت لدي ملعقة كبيرة من الدقيق والقليل يعني ربع ملعقة صغيرة من الكركم، سأضيف إليها ماء الأرز وأخلط حتى تتجانس العناصر جيدا، ونحصل على ما يشبه يعني العجين. يجب أن تكون يعني لا هي سائلة ولا هي خفيفة جدا جدا. لنستمر بهذا الشكل بالخلط حتى تتجانس المكونات، يعني نريد الحصول على يعني عجينة أو يعني خليط يسهل تطبيقه على البشرة. يمكنكم تطبيقه بواسطة فرشاة أو يمكنكم فقط فرده بواسطة اليدين تحديدا الأصابع. نخلط بهذا الشكل، لاحظوا كيف أصبح. إذا بعد الحصول عليه تقومون كما ذكرت على بتطبيقه على أماكن تواجد الشعر، سواء على الشارب أو حتى على يعني الجبهة بالقرب من الحاجبين، يعني ينمو الشعر بشكل خفيف في هذه المنطقة، وأيضا على المنطقة المجاورة للخدود يعني بجانب الأذنين، يعني ينمو الشعر بشكل يعني كثيف نوعا ما في هذه المنطقة، يكون رقيق جدا. وحتى أيضا هناك عند بعض السيدات من ينمو لديهن الشعر على مستوى الخدود أيضا. إذا بعد الحصول عليه تقومون بتطبيقه على هذه المناطق وتتركونه حتى يجف تماما. ستلاحظون أيضا عندما سيجف أنه بدأ يتشقق، بعد ذلك تقومون بفركه بواسطة الأصابع، يعني تفركونه عكس نمو الشعر. إن كان الشعر ينمو لأسفل ستفركونه نحو الأعلى بحركات دائرية، هذه الحركات وطبعا بواسطة الخلطة
سنتمكن من انتزاع الشعر بطريقه سهله جدا جدا وغير مؤذيه. وطبعا يجب ان يكون الشعر مثل الوبر، في حال كان الشعر يعني غزير وكثيف فالوصفه يعني لن تفي بالغرض يعني بشكل جيد، في حين ان كان رقيق جدا فستنتزعه بشكل رائع جدا جدا. وطبعا يمكنكم عمل هذه الخلطه مره في اسبوعين، يعني كل 15 يوما يمكنكم عملها. ستلاحظون الفرق من الاستعمال الأول، سيختفي الشعر تماما طبعا إن قمتم بفركه بالطريقة الصحيحة سينتزع بالكامل، بالإضافة إلى أن الكركم موجود فيه وهو أيضا من المكونات التي تقضي على الشعر الزائد، بحيث سينمو الشعر بوتيرة يعني أخف من السابق، لن ينمو بشكل أسرع كما ذكرت مرة في أسبوعين. يعني يمكنكم عملها ويعني في كل مرة تعيدونها ستلاحظون أن الشعر بدأ ينمو بشكل أرق من السابق. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الخلطة للتخلص من الشعر الغير مرغوب فيه. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركة هذه الوصفة مع غيركم حتى يستفيدوا منها، وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.